ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ نج كلي بسرعه. انت اتجننت؟ اتفضل البس الجاكيت بتاعك واطلع بره لو سمحت. لا حياء في العلم كشافي تكرش العيانين بتوعك. دكتوره ما عندهاش قلب صحيح. انت عيان انت؟ ما انت زي القرد اهو. انا زي القرد؟ انا وربنا تعبان اخر تعب. انا عندي ذبحه صدريه وجلطه قلبيه وسته طعميه. بصي شايف قلبي بيدق ازاي؟ القلب في الشمال. ايه ده؟ اذا كان ده بيدق امال هنا ايه؟ يعني انا عندي قلبين؟ يعني انا بحبك بحبك؟ طبعا، ما هو اللي بيرمرم ما يستناش تيجي معاه في السليم. انا اعمل لك ايه؟ اذا كان الدكتور بتاع منشف ريقي وعامل لي رجيم قاسي الا محن عليا بحته الكنافه بالمانجا حتى. اوعى اوعى، احسن اقلب على الوش التاني وتشوف هنا جزر. خلاص خلاص يا ساتر يا رب، انت صعبه قوي. انا هشككك من نقابه الاطباء وهروح لدكتوره تانية هتعمل لي قلب مفتوح وتشيلك من القلبين.